هذه الخضراء الوارفة ليست مجرد شجرة فحسب، بل أسطورة نادرة غريبة التصنيف نباتياً يطلق عليها شجرة الغريب، توجد في منطقة دقم الغراب دبع الخارج التابعة لمدينة التربة على الطريق الرابط بين التربة وتعز التي تبعد قرابة 50 كيلومترا عن تعز جنوبي غرب اليمن. تعد الشجرة مزارا سياحيا ومتنزها يقصده آلاف الزوار المحليين والسياح سنويا. هذه هي شجرة الغريب الذي يبوا السواح إليها من جميع المناطق الريفية إلى هذه الشجرة لكي يشوفوا هذه الشجرة وكم حجمها وكيف الشكل. بنفس الوقت الثمر حقها ما حد يقدر يغرس منه، كل ما طلعت ثمر راحوا يغرسوا ما تنبتش إطلاقا، سبحان الله يعني من المعجزة. هذه الشجرة قبل فترة يعني كانت دولة مهملة من ناحية ما منديت لش أي اهتمام، والآن الحمد لله بديت بعد ما سورها في اهتمام وفي بديوا يعملوا هنا مشاريع حوله وبدأ الإقبال عليها. يعني هي تعتبر غريبة من حياة الشكل. طبعا نتحلى دائما بالمنظر الجمالي حق شجرة الغريب بكونها أنها معلم سياحي، معلم سياحي يمثل محافظة تعز بأكملها. بدينا بشكل بسيط يعني ممكن احنا عملنا غرفة جلسات عوائل ورجال، مصلات، كافتيريات. ما يميز شجرة الغريب شكلها النادر عربيا، فهي غريبة الأطوار تتسم بالخضرة طوال العام. شجرة الغريب اختلفوا الكثير من الآثاريين حول عمره، لكن البعثة الفرنسية حددت عمره ما يزيد عن 2000 سنة. طبعا الشجرة تدور حول الكثير من الأساطير، تعرضت لكثير من الأذى بسبب غرس أغضاب الحديد داخل الشجرة، بسبب أنه هناك أسطورة تقول أنه أي امرأة ما تحملش تغرس قضيب من الحديد في الشجرة فتحمل على طول. شجرة الغريب تتخذ من لون أجسام الفيلة لونا لساقها وفروع أغصانها الكنالية، ووفقا لمعلومات تاريخية متداولة فإنها تعد من نوادر أشجار العالم، مما يجعلها تتصدر رقما في موسوعة جينيس في حال حظيت باهتمام بسيط بوسائل الإعلام ومراكز دراسات الأبحاث. شجرة الغريب يعتبر رمز وطني ومن الرموز الوطنية التي طرحت في وزارة السياحة ومن الأولويات ومجلس الترويج السياحي. مستغرب جدا أن تكون شجرة الغريب في طي النسيان بالنسبة لوزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي قبل الحرب وبعد الحرب. شجرة فريدة من نوعه، في بها منفوعات، في بها حاجات كثير. تمام، 2019 سنة وارتفاعها 14.5 متر و32.5 متر السمك حقها، 60 متر الدروعات حقها، العروق حقها بابا باللازق. لو ببلاد بدولة أخرى في النص سواح 24 ساعة عنده. هذه الشجرة تضربها بساطول في الليل تلحم. الشجرة هذه ليست تجيب جمر، تجيب رمد. هذا إذا تدقها هذا للجراح الحاجة ويبسه بسريع، في بها علاقة حق المعدة، في بها حاجة كثير. هذه رغم الأوضاع التي تمر بها اليمن من حرب وغياب للدولة، تظل هذه الفريدة أسطورة للتحدي، مقاومة للموت والإهمال، تحكي في تاريخها نسيان الجهات المختصة ومنظمات العلوم والبيئة. دليل يوسف، قناة اليمن اليوم، تعز.